أولا نحتفل كما هي العادة باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. في كل سنة نجدد ترافعنا، نجدد نقول قلقنا من عدم التقدم فيما يخص قرار الإلغاء بعقوبة الإعدام. المغرب أظن بأنه نحن في حاجة إلى أن نكون ضمن الدينامية العالمية والإقليمية كذلك العالمية، وأنه كان هناك كل سنة من يصوتون لصالح التنفيذ وقف التنفيذ لعقوبة الإعدام، وهناك كذلك من ينخرطون ويصادقون على البروتوكول الاختياري الثاني. هذه الدينامية كذلك هي أنه هناك نحن إقليميا ضمن منظمة التعاون الإسلامي، هذه هناك 33 دولة من 57 دولة ألغت الإعدام أوقفت التنفيذ به، وبالتالي نحن في هذه الدينامية الدولية والإقليمية نتساءل، رغم أننا عندنا توقيف التنفيذ الإعدام منذ أكثر من 30 سنة. وبالتالي أظن بأنه على الحكومة المغربية أن تأخذ تلك الخطوة الضرورية اليوم التي نحن بحاجة إليها. نحن بحاجة ليس كمجلس وطني وكمناهضين لعقوبة الإعدام، لكن المجتمع المغربي في حاجة إلى هذه الخطوة. نتجاوز مقاومة تحديث القانون الجنائي المغربي. اليوم هو احتفال خاص بمجال من مجالات حقوق الإنسان، وهو الذكرى العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام، واللي سنعرفه جميعا أنها عقوبة متناقضة مع الدستور المغربي مادة 20، متناقضة مع عدد من الاتفاقيات الدولية. المغرب بكل أسف لا زالت به العقوبة في القانون وفي الواقع، معنى ذلك في الواقع أنه لا زال هناك أشخاص مسجونين في السجون وهم محكومون ومحكومات كذلك، لأن هناك امرأة بعقوبة الإعدام. رسالتنا اليوم للمسؤولين لا على المستوى المؤسسة التشريعية ولا مستوى المؤسسة الحكومية هي أنه كفى، انتظرنا أكثر مما يلزم، وخصوصا انتظرنا بعد دستور 2011 أكثر من عقد من الزمن، ونحن ننتظر تنزيل المادة 20. نقول لهم كفى من الانتظار، ويجب أن تخرجوا من دائرة الصمت في مجال أساسي وهو حماية ديال الحق في الحياة لا يمكن قبوله من ناحية السياسية، من ناحية التشريعية كذلك هناك مبادرات ستعطل المؤسسة التشريعية من أجل إما مناقشة الحكومة ومراقبتها أو تقديم مقترحات قوانين تتعلق بالمقترحات التي سبق تقديمها على المؤسسة التشريعية. لم ترى النور إلى اليوم، ولذلك ننتظر في هذه الدورة المقبلة من المؤسسة التشريعية أن تطرح الموضوع وتناقشه بجدية، أن تسائل الحكومة وأن تستمع لضمير المجتمع وضمير الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي تنتظر ساعة الإلغاء. ونتمنى أن تكون هذه السنة سنة الإلغاء، وأن تكون سنة كذلك المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني المحقق بالاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.